واش الاخوان كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عرفت راسي غبرت عليكم المده، دانت اكثر من شهر الاخوان، ما عمرها كانت هي، ولكن نتوما عرفتوا الظروف اللي خلاتني نغبر. لذلك جيت نقول لكم الاخوان راه رجعت وما كاين غير الفيديوهات ان شاء الله، وداكشي علاش لحقت لكم اليوم فيديو جديد. ما تنساوش ديروا لايك وكومونتي وبارطاجيو مع صحابكم، لا غادي يضربكم شي واحد بالذات الفيديو اللي وصل اكثر من 4000 لايك. يلاه بينوا ليا فرجه ممتعه. اشترى بابا امالك وقفتي؟ بينا نطلقوا شي موسيقى باش نتونسوا بها وانتم غير ساكتين بحال ما راكبينش معايا. اه واخا. اش من واخا حتى انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا اخوان سكتها تيزع عليا المازوط. واه ناري ما تقوليش دوك الجاسك القدام تاني. ما راه هادشي اللي كنت خايف منه. بابا يتسنى نقول لي بلا ما تخشي الكلي في الطوموبيل. قال لك الصحه بابا. علاش ولدي؟ واحد فيه فيروس على ما فراس، ومن بعد مالي بيت نبرونشيها فيك؟ بيت نبرونشيها في الطوموبيل. دابا هذا الفيروس بابا راه خطير، الله يحفظ الله يجيب السلامه، يقدر ينتشر لك في الطوموبيل ويخسر لك شي حاجه ونتحو اون بان. اللهم لي بتخليك خليها. ها واش تدي بصح؟ ولكن اجي نقول لك هذه راه الكليش الجديده ماشي القديمه. يلا جبتها من صاحبي محمد وعمرها ليا بالاغاني اللي تعجبوني. شوف بابا نجيك انا الصراحه، كاع الاغاني تطلق ديما خليتها تكون راسك وتلقى. وخايبه بزاف وكيدير ليا الصداع. كيفاش؟ ما عرفتش، المهم كتجيب ليا الصداع. سي انت هضرت كلها تخربيق. يسكتوني شويه بركه من الفري. واه هاد الجيل هذا ما تيفهم لا فن لا في البن لا في عفن لا في جن لا في كفن. وبركه عليا بركه من الصداع. خلونا نديرو شي موسيقى زويونه وهادئه باش نريحو الكليه. اش بغيتي دير تاني؟ بغيت نخشي لك ليش تندير في نظرك؟ ما تتشوفنيش اش تندير؟ وبركه من الطنز. حتى تكون بوحدك وركبها. عافاك بابا عافاك. مات مالها ما بتخدم. اموال فيها تركبها وتتخدم، ياك ماشي واحد فيكم شالعب فيها. بقاو تشوفوا فيا تما، حيت ربي تيبغينا ما بغاش لنا الشهوة قدام الناس. ناري على معجزة، ربي كبيرة حمزة الشاش قلت لك انا سري. معجزة ما صدقاش. طولت عليك ياسمين، طولت عيون ظهري، طولت عليك ياسمين، طولت عيون ظهري، طولت عليك ياسمين. فبابا شنو قفزك؟ حلمت. ما عرفتش حلمتي؟ حمزة، نسرين، نوضوا بركة من النعاس، نوضوا اليوم الأول في المدرسة، واه بتبقاو جابدين ليه؟ ولفتوا هاد النعاس. واخا ماما واخا حنا جايين. يلا نوض نوض جمع الوقفه، انت ولفتي هاد النعاس الله يخليها سلعه. وانتي اخر مره نتعشاو معطلين، هاد العشاء معطل ولا تيدينا هاد الاحلام الخايبه. عندنا الزر ما عرف شنا الفريخ. نوضي نوضي. اجي انت فين غادي؟ ما غادي فين؟ وسير غسل وجهك وانت بديت تمشي ليا بالعمش ديالك للمدرسه. واش فيها؟ لا لا ما فيها والو ما فيها والو. ايوا شتي؟ احت صافي صافي بابا انا غادي. بابا جابك الله. اش كاين تانتي؟ بغيت فلوس تقياد شحال؟ 140 درهم ماشي شي حاجه. دابا هادشي كامل انت وخوك فيها ولا واش انت حماق غايب وحدي؟ بوحدك؟ سري تفطري سري تفطري، انا دابا غادي معاكم المدرسه ونشوف هادشي هذا واش بصح ولا تتفلي عليا. عاوتاني الشوا كل عام. اش تتقولي تما؟ ما قلت والو ما قلت والو. ايوا هكا باغينا نقراو وما عطينا فلوس تقياد. وهذا قالت 140 درهم باغا تقيدي ليا في لا نازا. الله ينعل لي ما يحشم. اي بشويه بابا جبري بشويه وانت عيد تجدخ. عطيني واحد 20 درهم. لاش بالسلامه والعافيه. على المشماش اللي طابو ما حلاش. دابا واش انا قلت لك تك تمرك البيات تمركيله هاك لهم. بابا راه كنا بينا نسلقوا يدينا وحنا هازين البران. 20 درهم كامل عاد تتفطر حتى تجي وتغدى. عاتي جينا نرجع وسط الحصه. اللهم مسخوط ولا وكل. الله لا شتيتيها ولا تبعتك. صافي بابا ما بغيتيش تعطيني انا غادي نرجع للناس. الحمد لله بعدا من جات النعيم. اجي رجع بلاصتك انا غادي نعطيك. وجاي النحس. هاك. شكرا بابا الله يحفظك. مفطوري يلا فطروا دغيا عندكم تنساو راسكم هنا. انا نتسناكم تحت الطوموبيل باش نوصلكم. طبيعي سيري ساعه دابا نكمل دغيا هادشي ونلحقوا عليك. على سلامتكم. اليوم الاول في المدرسه، عندك شي واحد فيكم شي ديال شي مشكل مع الاستاذ؟ هاني قلت لكم وحلوا عقلكم الحصه الاولى هادي. عيطت لنا بابا. ما تخافش بابا. يلا الله يعاونكم. يلا بسلام عليك. يلا اغفواغ.
بناتي تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ما تكيدوصلوا العطله ديالكم. حنا مشينا لاسبانيا استاذ. اه ديال البروج مالك محسن نحسدك اسرا وانت مشيتي للصويره ورتيتها اسبان. اللي بغيت نقول لكم اوليداتي وراه حتى واحد ما غادي ينجح عندي انا هاد العام، حيت انا استاذ صعيب عرفتي، ونحصل شي واحد المعلم تيهضر وسط الحصه ديالي، داكشي اللي غادي ندير ليه ما غاديش نقولوا ليه. اه يا انت وهداك الحيوان تدي معايا انا استاذ. لا انا، وعلاش تقول على راسك حيوان؟ وقف هاني يا استاذ، دابا انت جاي متاخر على الحصه وداخل بحال التال بلا ما تاخذ الاذن، شكون انت في مرك الله؟ صافي اسمح لي يا استاذ، خرج برا وعاود دق تنقول لك دخل عاد دخل. واخا الدرس ديال اليوم وليداتي من اصعب الدروس اللي غادي تقراو هذا العام ان شاء الله باذن الله. هاد الاستاذ تيخلع فينا من البداية. وييه ام الصباح وانا تندقى استاذ ما سمعتينيش. بصح ولدي اسمح لي ما تنسمعش الدقان ديال البنات. دابا واش نقدر ندخل؟ دخل ريح. غادي نملي عليكم دابا الادوات اللي غادي تجيبو. اكي دايره عمر لاباس عليه؟ الزمره تنهضر ما نبقاش نسمع الصوت كاني قلت لك. واخا استاذ غادي تجيبوا لي الدفتر تاع 200 ورقه راه قاد نادع وغادي يشيط الخير ان شاء الله. يلا جبدوا الصفحه رقم 4. هيا اش تدير انت؟ واش فين ما نزعيني لقاك تدير شي حاجه؟ هاي 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 جاب التليفون وتتلعب فيه وقدامي هذاك التليفون اللي هنا. زيد صافي اسمح لي استاذ انا خبيته. واخا ما تسمعش الكلام، قول لي شنو سميتك؟ حمزه فاميلي. انا قيدتك غايب اول حصه. شي دابا هاد العصب اللي فيا ما غادي نشرحو لا درس لا والو، غادي نعطيكم التمارين قيدهم وغادي تخرجوهم ليا. خرجتي علينا صفحة 3 تمرين 1 و 2 والتمرين 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 9 و 10 و 11 12 13 14 15 16 زيد عليها 17 و 18 19 20. واو استاذ 20 تمرين انا والله ما نخرج فيهم شي حاجة. عاوتاني انت؟ لا لا صافي انت خصني ندير معاك شي حاجة. قول لي سميتك. راه قلنا لك قبيله حمزة فاميلي، واش انت فيك الزيمة؟ شو كي تنتعد حمزة فاميلي؟ يفصل جوج سيمانات من المدرسة. ها؟ تدي بالصحة استاذ. شتك فرحة انا وليدي؟ وبزاف كاع والله إلا فرحتيني. زيد سيمانة أخرى ولا عندك ثلاثة سيمانات؟ ناري شحال فرحتيني، عرفتي جيتي تكمل خيرك وخليها أربعة سيمانات. جاتك يفصل شهر من المدرسة وخرج ضرك عليا زلات ما بقاش نشوف وجهك. شكرا أستاذ الله يكثر من مثالك. مشي بلا رجعة الله ينعل حسك. وأخيرا الواحد يجلس في دارو مهني وودنيه باردين عليه. الدراري كانوا دايرين العراج في الدار، والله ما كذبتش الراجل عاد بردوا ليا ودنيا. دابا اش بالك نجري شي فيلم انا وياك نتفرجوا؟ علاش لا؟ واش هذا؟ وانا عرفت. وسير شوف شكون تيصوني علينا. تسنيت سنين نمشي نحل الباب نشوف شكون. واخا بلاتي بلاتي احنا هيك. شكون با؟ ما كاين لا با لا ما مصباح وانا تنصوني. حيد من الطريق حيد من الطريق. زيد زيد مرحبا مرحبا با زيد. ما عنده زهر ما عنده حتى في خلاص ضرب ولا يرحب شي واحد. 30 دقيقة وانا واقف سخت هاكا كتدي فيه. عاوتاني الشرف العرف باين غادي يجلس ليا شي شهر هنايا. بابا هاني جيت. اويلي ياك انت الله حطيتك في المدرسه وما فراسك والو. عطاني الاستاذ شهر ديال الراحه قال لي سير ارتاح مع راسك. شهر اي شهر انا غادي ندخل نعس في حالتي.